فاروق جويدة ودعاوي الحزبة، شاعر كبير فاروق جويدة، عندما يكتب مقالات من هذا النوع فلا بد أن نتوقف ونتساءل ماذا يحدث. هو ده موضوع حلقة النهاردة. السادة المشاهدين، أهلا بكم. طبعا فاروق جويدة من الكتاب الكبار وشاعر يعني مغوار، وله كثير من الدواوين، وكنت كثيرا ما أقرأ له في الأهرام أيام ما كنا بنجيب يعني الجرائد المطبوعة. دلوقتي طبعا واحد ما بيجيبش الجرائد المطبوعة، وبالتالي الأهرام ما بيقرأهاش، يعني لو دخل على الموبايل بيقرأ المصري اليوم، اليوم السابع، ممكن الوطن، الشروق. يعني الأهرام أصبحت يعني جورنال مش شيق أو مش جذاب. ولكن فاروق جويدة عندما يكتب لابد أن نقرأ. هو بيقول طبعا العنوان دايما بتاعه اسمه هوامش حرة، وبيقول قليل من الحياء. بيقول علاقة الإنسان بالخالق سبحانه وتعالى علاقة خاصة جدا، فمن شاء فليؤمن وما ربك بظلام للعبيد. وهذا يعني أن الاختيار من ثوابت الإيمان، كلام زي الفل، لأنه لا إكراه في الدين. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله حرا في اختياراته. يعني لغاية كده كلام زي الفل، بيتكلم لا إكراه في الدين، إن الإنسان مخير يعني، وإن هو من شاء فليؤمن، وإن ربك ليس بظلام للعبيد. وبدأ بقى يخش في موضوع في منتهى الغرابة. قال: والشيء الغريب في هذه الأيام أن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى دعوات للإلحاد وتشويه العقائد وامتهان الأديان. بماذا نفسر أن يخرج فنان أو فنانة ويقول أنا ملحد ولا أؤمن بالأديان، ثم يثير ضجة بين مؤيد ومعارض؟ وتحولت الظاهرة إلى حوارات هابطة تشبه أغاني المهرجانات التي انتشرت كالأوبئة في حياة الناس. إذا كان الإنسان يتفاخر بإلحاده فهذه قضية تخصه، وحين يسعى لانتشارها فهذا تجاوز مرفوض وسلوك ليس مكانه الأديان، بل هو دعوة للفساد والإفساد. إن إيمان فنان أو إلحاده شيء يرجع إلى صاحبه، ولا ينبغي أن يكون وسيلة للشهرة، خاصة أن الفنان يمثل القدوة، وينبغي ألا يكون داعية ضلال أو قدوة سيئة. لا أدري ما موقف أو ما هو موقف القوانين والتشريعات من هذه التجاوزات، وما هو رأي العلماء في مثل هذه النماذج البشرية المختلة. الله غني عن العالمين، سواء كانوا ملحدين أو كافرين، وإن كان الله يدافع عن الذين آمنوا. لقد وصلت التجاوزات إلى تشويه ثوابت الأديان، وتسابق البعض في إعلان إلحاده ورفضه للأديان، بحيث انتشرت هذه الأفكار الهدامة ووجدت من يروجها ويدافع عنها. إن هناك مسؤولية اجتماعية في مقاومة هذه الانحرافات، وهناك مؤسسات يجب أن تدافع عن مقدسات شعوبها. وكلنا يتذكر دعوات عبدة الشيطان وكيف قاومته المؤسسات الرسمية. إن تجار المخدرات والممنوعات لهم قوانين تردعهم، وإذا كان مروج المخدرات يسجن فماذا عن مروج الإلحاد؟ إن مسؤولية الشعوب أن تحمي مقدساتها، وأن تواجه النماذج المريضة التي تنشر الضلال وتفسد عقول البشر. إن مثل هذه الظواهر الإلحادية تنتشر كلما سادت الفوضى واختلت موازين الحياة. ونصيحتي لأهل الفن أن يبدعوا فنا جميلا، بدلا من هذه الأمراض النفسية التي أفسدت حياته. يعني بشكل أو بآخر، الشاعر الكبير فاروق جويدة بيدعو إلى الحزبة، وبيسأل عن رأي الدين. ما رأي الدين؟ زي ما احنا عارفين، المرتد يقتل من وجهة نظر الفقه الكلاسيكي أو الشيوخ المتشددين. هنا فاروق جويدة بيتكلم عن الإلحاد كمرض نفسي، وبيتكلم عن الفن والفنانين، ويبدو أن فنان أو فنانة أعلنت إلحادها. هو ما ذكرش مين الفنان، بس أنا لما عملت سيرش لقيت الدوشة حاصلة على مين.
سلاف فهو خارجي. في بس من سلاف بالنسبة لك من هو الله؟ هو كل شيء، هو الضمير، هو نحن، هو الجمال، هو كل شيء جميل، وهو القدر، هو القدر، هو كل شيء. بس الله ما قال ما تروحوا على جامع أو ما تروحوا على كنيسة، ما قال في جنة ونار، ما قال ما تروحوا على معبد بوذي، في جنة ونار. الله أحلى من إنه يحرق، أحلى من إنه يحرق، ما بيحرق. بس هيدا يتنافى مع مبدأ الثواب والعقاب، الثواب والعقاب جينا موجود دائما لحتى نختبر. أكيد الثواب والعقاب موجود حتى بالدنيا، وكما تدين تدان، والجنة حالة جميلة. إذا ما حدا راح وحكى، ما حدا رأيت البوذي ممكن يكون كمان مرضى عنه؟ طبعا البعض بيعتبره كافر. ما بصير نكفر، قمة الكفر وأشد الكفر إنك تكفري إنسان. أنت تكفرتي؟ أنا تكفرت. أنا عطوني شو هو البوست اللي كتبتيه وتم تكفيرك عليه؟ في سلافة وخيرجي عملت حوار مع مذيعة لبنانية وهي لم تتطوع بالحديث عن الدين. هي المذيعة سألتها سؤال مباشر، دينك إيه؟ سلاف قالت كلام في منتهى الرقي وفي منتهى التحضر ولم تذكر ديانتها، وقالت إن أمي زمان قالت لي لو حد سألك ديانتك إيه قولي أنا سورية. سورية معروفة بتعدد الطوائف وبتعدد الأفكار حتى داخل الدين الواحد اللي هو الدين الإسلامي، بالإضافة طبعا في غير مسلمين وما شابه ذلك، وفي بقى علويين وفي شيعة وفي يعني أهل السنة برضو يعني طوائف مختلفة. وقالت إن أمي كانت بتوديني أحيانا للكنيسة وبتوديني أحيانا للمسجد، وأنا بحتفل بكل الأعياد سواء أعياد المسيحيين أو أعياد المسلمين، وبتبين إنها يعني متسامحة مع كل الأديان. وبعدين سألتها طب إيه يعني علاقتك بالله، أو يعني شايف الله إزاي؟ فقالت لها الله هو الضمير، هو الجمال، هو الحق. يعني قالت كلام في منتهى الرقي عن وصفها لله سبحانه وتعالى، وأن الله جميل يحب الجمال. يعني قالت كلام في المطلق يعني، وبتكلم بشكل صادق أنها يعني إيه ترى الله أنه كل شيء جميل وكل شيء حق وكل شيء خير يعني. فقالت لها الجنة والنار، فقالت إن الله أرحم من هو يعذب عباده أو يحرق عباده. فقالت لها طيب والثواب والعقاب؟ قالت لا، الثواب والعقاب ممكن يكون في الدنيا كما تدين وتدان، وقالت إن ربنا ممكن الناس تاخد عقابها في الدنيا ولكن مش الآخرة. وقالت الجنة شيء جميل وحاجات زي كده. قالت كلام يعني ممكن تكون قالت لها يا ربي طب البوذيين هيخشوا الجنة؟ قالت لها طبعا الصالحين يدخلوا الجنة. يعني قالت ايه كلام في منتهى الرقي، ربما تكون ربوبية، ربما تكون شيء من هذا القبيل. هي السيدة بتتكلم بكل صراحة، لن تكذب. وبعدين هي المذيعة جايت لها سؤال مباشر، دينك ايه؟ فقالت لها انا سورية وانا بحترم كل الاديان وبقدر كل الاديان. هذا ما قالته سلافة وخيرجي ان كان يقصد سلافة وخيرجي. النقطة التانية، احنا هنرجع للحزبة من جديد اللي عمل اتعمل في نصر حمد ابو زيد زمان، واللي هم ما قدروش يكفروا لان هو ما فيش في القانون المصري ما يجرم يعني الخروج عن الدين، وان كان هو لم يخرج عن الدين، ويعني لما راح هولندا شهد الشهادتين وهو رجل مسلم، ولكن له أبحاث في القرآن الكريم. فتحايل الشيوخ ورفعوا ما يسمى دعوة التفريق بينه وبين زوجته، في يعني حادثة غريبة جدا يعني، وموقف الشيوخ غريب جدا. وللأسف الشديد أن القضية كسبت يعني، وتم إصدار دعوة بالتفريق بينه وبين زوجته، مع العلم أنه لو كان عايش مع زوجته ما فيش أصلا قانون يجرم الزنا في مصر يعني. هم يعني ولكن الرجل يعني بعد دعوة التفريق وتهيج المجتمع عليه بشكل أو بآخر، الرجل سافر إلى هولندا وظل هناك يمارس بحوثه فيما يسمى علوم القرآن، وكان بيأتي مصر أحيانا يحاضر في مكتبة الأسكندرية عندما كان على رأسها الكاتب والروائي يوسف زيدان، وكان بينهم حوارات دايما ممتدة. والراجل يعني توفاه الله في 2010، وما زال يعني ترك كتبا زاخرة. يعني هذا الرجل متهم بالإلحاد بشكل أو بآخر، وغيره كثير من الفلاسفة والمفكرين. فكرة برضو توصيف الناس أنه مرض نفسي، يا جماعة يعني المجتمعات الأوروبية متقدمة باحترام التنوع ولا يسألون عن الأديان في أغلب الأحيان، فده اللي عامل تقدم في هذه المجتمعات الغربية. لأن المجتمع بشكل أو بآخر فيه يهود، فيه مسيحيين، فيه مسلمين، فيه ربوبيين، فيه ملحدين، ولكن كلهم بيتعاملوا بأخلاق إنسانية وضمن قوانين بتحترم حقوق الإنسان وبتحترم الفرد، وضد التمييز وضد العنصرية وضد أي
تحريض على الكراهية، كل هذا مجرم، ولذلك الدول هناك بتتقدم وبيتعايش الناس مع بعض في جو من السلام والطمأنينة، وهو ده اللي بتخلي مجتمعات للأمان. ولابد ان فاروق جويدة يعرف، ربما هو مش متابع العولمة، ان خلاص الموضوع اصبح فيه تنوع كبير في المجتمع المصري، وان في نسبة ليست قليلة من الناس اللي في مربع الربوبية ومربع الإلحاد وغيرها من المربعات. وعشان هذه الدول هذه الدولة تتقدم وتكون دولة مدنية حقيقية، لا مجال لما يسمى دعاوي الحزبة، وان انت تحط المخدرات كشيء مضر بالمجتمع وشيء مفسد للمجتمع، وان كان في دول بدات تبيحه بشكل مقنن وحاجات زي كده، اجزاء منه او نوع من انواع معينه منه في امريكا وفي كندا بداوا يبيحوا الماريجوانا في بعض الاماكن، ولكن ما تسويش المخدرات اللي هي عقوبتها ربما المؤبد بافكار فرديه لاناس وصلوا لمربعات الشك. وبعدين بعيدا عن فكره الحظر وفكره الحجب وفكره القوانين، وان انت بتستدعي رجال الدين عشان يوقعوا ما يرونه القانون الالهي بقتل هؤلاء الناس وتهيج المجتمع عليهم، ده هذا امر مرفوض تماما، وتحريض على الكراهيه وتحريض على القتل وتحريض على يعني زياده الاستقطاب داخل المجتمع. النقطه الثانيه ان احنا في ظل العولمه اللي هو ربما يكون فاروق جويدة مش متابعها بشكل كبير جدا، الناس خلاص متعولمه تتواصل مع الخارج، وفكره المنع الافكار سواء بتتكتب على فيسبوك او بتتكتب على تويتر امر من المحال. بالعكس ان هو موضوع نصر حامد ابو زيد وضع في مصر في منطقه شائكه، انها منطقه ضد حقوق الانسان وضد حريه الراي وضد حريه المعتقد. وقضايا من هذا النوع اذا كان بقى احمد عبد ماهر او غيره من الناس اللي حكموا بما يسمى ازدراء الاديان، كل هذه الامور نقط سوداء في الثوب المصري وليست نقط بيضاء. لو انت عايز تزود هذه النقط السوداء وتبقى مصر اللي هي المفروض موقعة على حقوق الانسان الموثيقة الدولية، ومفروض ان دستورها بيتحدث عن احترام العقيدة وحرية المعتقد وحرية الرأي، فنحن بنتكلم بقى في منطقة تانية خالص، منطقة الحزبة والمحتسبين اللي حكموا الناس على دياناتهم ومعتقداتهم. والناس الجيل الجديد من الشباب تبقى ان كلام علي جمعة اللي انا قلته قبل كده، نسب الالحاد فيه بتزيد ليه؟ مش سبب ان هو بيشوهوا الدين زي ما انت بتقول، بسبب ان الشيوخ بيطلعوا يقولوا كلام وتحدثوا ان هذا رأي الدين، ومش عايز نكرر الكلام بقى، فكرة ارضاع الكبير، فكرة نكاح الوداع للميتة، وفتاوي شاذة كثيرة جدا، وكلام عن المرأة واحتقار لها وانها كالحمار وكالكلب وانها تفسد كلام كثير جدا الفقهاء بيتحدثوا عنه، والتبرك ببول النبي بيسيء للدين، مش هم دول الملحدين اللي بيسيئوا للدين، ولكن هو بيروح لمنطقة الشك. وبعدين برضو فاروق جويدة مش عارف أرى أبو حامد الغزالي ولا لأ، أو أرى محمد عبده ولا لأ، لما أبو حامد الغزالي نفسه قال إن أنا وجدت ابن المسلم مسلم وابن المسيحي مسيحي وابن اليهودي يهودي، فيعني خد خطوة للخلف وبدأ يقرأ الأديان من يعني راح لمنطقة الشك يعني، وبعد كده قرأ الأديان من جديد واقتنع بالإسلام مرة أخرى، يعني عمل رحلة من الشك إلى الإيه؟ إلى اليقين. إنما وبرضه مصطفى محمود لما بيتكلم عن رحلتي من الشك إلى الإيمان، فبرضه الراجل راح لمنطقة الشك، اللي هو مصطفى محمود بعقله المفكر، أبو حامد الغزالي بعقله الفلسفي، كل هؤلاء المفكرين. وهو حتى أبو حامد الغزالي نفسه قال إن هو يعني اللي هو خد الإيمان بالوراثة زي وزي حضرتك وزي كثير من الناس وملايين البشر ومليارات البشر، يعني اذا كنا بنتكلم عن ما يقرب من 2 مليار مسلم اللي هم خدوا الدين بالوراثه، قال هذا ايمان ناقص. وقال الايمان المكتمل ان الشخص يروح لمربع الشك ويقرا يعني وبعد كده يؤمن بايه؟ بعقله وبقلبه، مش مجرد اللي هو بالوراثه. ده كلام ابو حامد الغزالي. ولما كلم محمد عبده عن الناس اللي هم في الغرب او اللي هم ما وصلوهمش الاسلام، قال كلام فيما معناه ان دول زي اهل الفتره، لان هو لازم ان هو يوصل للاسلام بشكل شيق او بشكل جيد، وبعد كده يتحاسب على عدم ايمانه، اللي هو يكون اقتنع ان هذا الحق وجحد اللي هي جحدوا بها واستيقنتها انفسهم. قال الكلام ده محمد عبده، قالوا شلتوت، وقالوا احمد الطيب في حوارات مصوره لما بيتكلم عن المسيحيين في الغرب. انت بتتكلم عن يعني الفتره الزمنيه اللي احنا فيها دي، العشر سنوات الاخرى، دول كانوا كاشفين في ظل عولمه وفي ظل يعني فيديوهات مصوره، كلام للشيوخ بيتكلموا كلام يعني ما انزل الله به من سلطان وانسبوه انه الى القران والى الدين والى الاسلام، ما حدث في داعش من قطع الرقاب وصلب الناس بتوع الاثار، ويعني فظائع كلها ارتكبت باسم النص القراني وباسم الدين الاسلامي. فشيء طبيعي ان في ناس
تبدأ تتشكك إذا هؤلاء الناس اللي بيكلموا باسم القرآن وباسم الدين فعلوا ما فعلوه في هذه البلد. شيء طبيعي إن هو يروح لمنطقة الشك، يرجع بقى ما يرجعش ده موضوع نسبي. وبعدين موضوع إن هو مرضى نفسيين، يعني أنا عايز أفهم دلوقتي اليابان دي اللي 90% منها ملحدين، اللي بيسموها يعني مش قارة اليابان أو بيسموها يعني دولة اليابان، يعني بيتكلموا عن عظمتها وعن رقيها، دول مرضى نفسيين؟ يعني دولة اليابان المتقدمة دي مرضى نفسيين؟ دولة الصين اللي برضو نسبة كبيرة في إنها لا ينتموا الأديان، دول مرضى نفسيين؟ وإحنا دولنا المتخلفة دي هي اللي سليمة نفسيا؟ يعني هو بس ده سؤال يعني للشاعر الكبير فاروق جويدة. هو احنا هنرجع للحزبة من جديد يعني في ظل مجتمع متنوع ومختلف ونصم الناس بالمرض النفسي ونصم الناس بالخلل ونتهمهم بسوء النية وكل هذا الكلام زي ما قلنا في مجتمع بدأت في النسبة فيه تروح يعني رضينا أم أبينا، وفكرة ان حدش يعبر عن رأيه في ظل وسائل التواصل الاجتماعي، ولا هيبقى هو الناس تعبر عن رأيها دايما في الخارج زي الناس اللي خرجوا بره مصر وبيتكلموا بحرية مطلقة وبتبث فيديوهاتهم وبيشاهدها المصريين. يعني موضوع خلاص فكرة التقييد والقيود لن تسيء إلا للدولة المقيدة واللي هي هتعمل حزبة واللي هي هتحاسب الناس على معتقداتهم وربما عايز يعملهم زي بتوع المخدرات ويسجنوهم وان الدولة تاخد ضدهم مواقف قوية. طب ما هيطلعوا بره، ما هيطلعوا بره ويتحدثوا بحرية أكثر وسيسمحوا المصريين أكثر. يعني دايما أنت راجل صحفي كبير وعارف يعني كان دايما مثلا ما يسمى المقالات المحتجبة بتكون أكثر انتشارا، يعني لما يقولوا مثلا فهمي هويدي مثلا المقالات الممنوعة لفهمي هويدي، أنت راجل في الصحافة وعارف بتكون الأكثر رؤية. لما مسكوا مش عارف أظن أحد اسمه محمد شعبان من كام سنة برضو كده حكموا عليه بالسجن لأنه نشر مثلا في جريدة الأدب أو مجلة الأدب نصا أدبيا يعني اعتبروه إباحي وترفع عليه قضية وتسجن سنتين. المقال بتاعه اللي هو ربما تقرى 20 مرة 30 مرة ما حدش يقرأ مجلة الأدب أصلا بسبب السجن لهذا الشخص، ملايين الأشخاص قرأوا هذا الكلام. فالكلام اللي هتحاكم الناس على أساسه أحمد عبد ماهر لما تسجن أو اتحكم عليه بالسجن يعني لم يسجن بسبب الكتاب يعني اللي هو بتاع الأئمة ضلال الأمة في كلام الأئمة أو في رأي الأئمة يعني، فكتاب اتقرى مئات المرات وألاف المرات لأن عايزين نشوف الكتاب اللي الراجل اتحكم عليه 5 سنين بالسجن. فكل ما تمنع شيء أو تحاكم الناس بسبب رأيهم ستنتشر بوستاتهم أكثر على الفيسبوك وسيقرأها الملايين بدل ما يقرأها الآلاف وإنت بتسبب مشكلة. ففكرة محاسبة الناس ومحاكمتهم على الرأي وهذا الكلام إذا كنت أنت شايف إنه ده بينفع المجتمع، لا ده لو شايف إن كلامهم ده ضرر على المجتمع فإن ضررهم بينتشر أكثر. لو أنت شايف إن هو إيه إن هو ضرر فالطبيعي إن إحنا نسمح بحرية الرأي، نتقبل تنوع المعتقدات، حتى نتقبل فكرة اللي هو الناس تروح لمربع الشك بشكل أو بآخر، لأن هو زي القرضاوي قال وغيره قال من لم يصل إليه الإسلام وصولا مشوقا فلا اسم عليه. وقال لك الناس اللي وصلوا لهم الإسلام بشكل سيء دول بيتحاسبوا زي أهل الفترة اللي هو لم يصلوا لهم الدين عموما. هذا الكلام قاله كل المتنورين من الشيوخ بعيدا عن المتشددين اللي عايزين يقطعوا الرقاب ووضعوا الناس تحت المقصلة بحد ردة وما شابه ذلك. كان زمان بيعملوا كده عشان هم شايفين أو خايفين من الترويج لهذا الكلام. الموضوع ده انتهى تماما في ظل العولمة، كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل والناس هي بتخرج بره اللي هي بتتهم بالإلحاد أو بتمنع من السفر أو ما شابه ذلك وبتطلع تبص فيديوهاتها من بره وبتشاهد بالملايين أكثر. ففكرة المنع دي فكرة بائسة من العصور الوسطى، فلو أتينا بفكرة المنع ومنع حرية الاعتقاد من العصور الوسطى وعايزين نطبقها وعايزين الدولة دي تبقى مدنية وتتقدم يبقى احنا بنتكلم عن طريقين متناقضين. طبعا أنا حزين جدا أن فاروق جويدة يكتب مثل هذا الكلام وأتمنى أن هو طبعا يراجع نفسه ويقرأ الشيوخ الكبار عن موضوع الناس الغير مسلمين أو اللي هم تشككوا بسبب فتاوى الشيوخ وآرائهم المتضاربة وربما داعش وحرقها للناس وكل هذه الأحداث الدامية اللي حصلت في العقد الأخير وصعود الإسلام للسلطة والممارسات اللي تم ممارستها في أثناء صعودهم للسلطة. كل هذا يعني أعتقد أنه هو ذهب بالناس لمربعات الشك، يعودوا بقى من الشك للإيمان، دي حاجة تعود لاطلاعهم وقراءتهم وقناعتهم سواء عادوا مرة أخرى من الشك للإيمان أو لم يعودوا. فهي إحنا بنتكلم عن حرية شخصية وحرية الاعتقاد
وحرية رأي. إهانة أي مقدسات مش مسموح، يعني إهانة أي مقدسات، يحرق بقى المصحف زي الراجل بتاع السويد، يحرق الإنجيل كذا، ده غير مسموح. إنما التعبير عن رأي إن هو متشكك أو مع أو قناعته اهتزت أو ما شابه ذلك، هذا أمر أعتقد إن هو لابد أن يكون متاحا. رضينا أم أبينا، كل الموضوع إن سيساء إلى سمعة مصر مرة أخرى، وسيلطخ ثوبها بنقاط سوداء تضاف إلى نصر حامد أبو زيد، وإلى الحكم على أحمد عبد ماهر، أو الحكم على إسلام بحيري، أو الحكم على محمد عبد الله نصر، أو الحكم على المسيحيين الخمسة اللي عملوا فيديو قصير وهكذا، أو أحمد شعبان اللي هو عمل رواية. كل هذا الأمور، أو مش عارف كان واحد اسمه عبد الكريم زمان برضو اتهم بالإلحاد وتحاكم وحاجات زي كده، لو مشينا في هذا الطريق، هذا طريق أعتقد أنه ليس في صالح مصر الوطن ومصر التنوع ومصر المدنية. لو عجبك الفيديو شيره، اشترك في القناة لو مش مشترك، ولايك للفيديو عشان يصل لعدد أكبر من الناس. شكرا جزيلا، ونكمل في حلقات لاحقة.